إنه قد انقطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة 2.5 سنين بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصابه، واستمر معه خلال هذه المدة، وبعدها استطاع الجلوس وبعض الحركة اليسيرة، فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته، ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها، ولا يستطيع القضاء، فما العمل وماذا يجب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المريض يصلي على حسب حاله، إما قياما إن كان يستطيع، أو قعودا ويومئ بالركوع والسجود، أو على جنبه ويومئ كذلك بالركوع والسجود. فتركك الصلاة في فترة المرض خطأ منك، ما دام أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود فإنك تصلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي بحسب مقدرتك ولو على جنب، وتومئ برأسك الركوع والسجود، تكون متوجها إلى القبلة أو مستلقيا ورجلاك إلى القبلة، وتكون مستقبلا برأسك ووجهك إلى القبلة، وتومئ بالركوع والسجود. الحاصل أن المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودا وتفكيره سليما، فإنه يصلي على حسب حاله. فتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو على الصفة التي ذكرناها، تركك لها خطأ، ويجب عليك قضاؤها وتقضيها على حسب استطاعتك. إن استطعت أن تقضيها متتابعة وجميعا فإنه يجب ذلك، وإلا تقضيها على حسب ما تستطيع، ولو وزعتها مثلا على الأيام حسب استطاعتك حتى تؤديها، حتى تقضيها جميعا، ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك، فإنه يجب عليك ذلك. أما الصيام فإن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، ولكن يجب عليه القضاء. فيجب عليك أيضا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض، ويكون القضاء على حسب استطاعتك. إن استطعت أن تقضيه متواليا قضيته، وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقا على حسب استطاعتك. وما دام والحمد لله أنك الآن تصلي أداء وتصوم أداء، فإن باستطاعتك أيضا أن تصلي القضاء وأن تصوم القضاء الذي عليك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك والصفة التي لا تشق عليك مستقبلا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للصيام، يبدو أنه حتى وقت إرساله الرسالة لم يصم لعجزه عن الصيام، فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه؟ هو يقول أنه يصوم قضاء، أنا سمعت في سؤاله أنه يصوم الآن قضاء أداء، أنه الصلاة يصوم، يقول عاد إلى أداء الصلاة والصيام، والصيام حسب قدرته. ما دام أنه قادر على الصيام فإنه يقدر على القضاء إن شاء الله، لكن يكون على حسب حاله. أما لو قدر أن المرض يكون مزمنا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء لهذا المرض، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، لكن هو يقول أنه عادت إليه استطاعته للصيام. يطعم في حالة الإطعام، يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو أقبل عليه شهر رمضان. يطعم عن كل صوم تركه من رمضان الماضي والحاضر، كل الصوم الذي تركه ولا يستطيع قضاءه لزمانة المرض معه، إنه يطعم عن كل يوم مسكينا.